باش يدير حقنه، حاجه. دير حقنه ما عندكش، قاعه علاج ما كانش. ها الحاج باش يقيس ميتال لاطونسيون ما عندوش، يضرب قدام كيلومتر باش يروح يقيس لاطونسيون، وشتو حنا درجه الحراره عندنا والسخانه راهي عندنا وكل شيء. بعد تنقل ما كانش، هاو الطريق واضح والطريق معبد ومريقل، ما عندناش وسيله نقل. صح حنا نعانوا من القنوات هذا، كان المقاول راه يخدم لكن ما كاش متابعه. هذه قناه تتكسر، هذا غاز يتبيس، هذا نتاع ماء، هذا تاع روكارات، عندنا روكار تاعنا من هنا وكسر. صافي صافي ننتظر نخدم ما خدموش. عاود ينظم لنا المشروع مليح، وي حاجه اللي تكسرت يعاودها، هما روكارات هنا مكسرين. كان ناس راقب، حنا مع شكون نهضروا؟ ما عرفناش مع شكون نهضروا، مع البلديه يقول لك نهضروا معاه، نهضروا منا ما عرفناش مع شكون نروحوا. لازم المراقب يكون يجينا هنا يعطينا وقت اللي يجي فيه، يا خويا نتلاقاو نعطوه انشغالات، نعطوه ديفوات وراه دايره من المقاول، باش هكذا نوصلوا للنتيجه مليحه. ماذا بينا السلطات تاعنا يشوفوا الانشغالات تاع الحي ويجي يسمعوا صواتنا كما نقولوا ويستقبلونا، مادام احنا مادام هذا الحي قلنا حي هو من اقدم الاحياء في ورقه.